اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا قال نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله. العبادة لأجلها أرسل الله جميع الرسل، فما أرسلت الرسل إلا ليقولوا للعباد اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هكذا قال نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم من أنبياء الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. إذن فالرسل بعثوا ليدعوا الخلق إلى عبادة الله ويأمروهم بإفراد الله بجميع أنواع العبادة. التوحيد لأجله أنزل الله الكتب، ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير.